ابوس الواوا، قصدي بدال الواوا. انت عزفت يا بتاع البيانون، وجعت دماغنا. اهلا بيكم. في بدال من البدالات او تأشير من التأشيرات اسمه الوا، دبليو اي اتش، الوا. بيسموه عندنا في اللغة العربية الدرجة بتاعتنا بتاعت الموسيقيين الواوا. الوا هي جاية حتى من اللفظ بتاع وا 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 وا، الحروف بتاعت دبليو اي اتش ديت. تأثير جيتار اشتهر جدا في موسيقى السبعينات، بيستعمل مع الجيتار بحيث ان الموسيقى الايقاعية دي يبقى فيها الوا وا وا ديت، وانت اساسا بتعمل الايقاع. اغاني كتيرة سمعناها في السبعينات من الاغاني اللي استعمل فيها تأثير الوا دوت كتير، وكانت مشهورة جدا في السبعينات. ازاي بدأ تأثير الوا دوت، او مين عمله، مين اكتشفه؟ بالصدفة كان في واحد في شركة من الشركات، شركة فوكس، كان بيصلح جزء معين في الامبليفاير. كان الايكولايزر بتاع الامبليفاير من في النص، في الموجات اللي هي في النص ديت، كانت عاوزة تعديل شوية عشان الامبليفاير يطلع صوته حلو. فهم بيعملوا التعديل بتاع الامبليفاير دوت، طلع صوت غريب جدا، يعني طلع صوت بطريق الخطأ، يعني طلع الصوت بتاع الوا ديت. فالراجل المهندس بتاع الالكترونيات قال طب ادوني كده بدال من بدالات البيانو، اللي هي البدالات اللي بيستعملوها مع البيانو والأورج اللي يعلوا الصوت بيها ويوطوها. ووصل البدال دوت بالتأثير الجديد اللي هو اخترعه بالصدفة دوت، فابتدى يعزف الجيتار وابتدى يطلع الوا ديت معاه وهو بيعزف العزف بتاعه، بمجرد ما بيدوس على البدال ويعلي ويوطي زي ما هو عايز. فالراجل عجبه التأثير وقال خلاص احنا هنعمل يا جماعة التأثير دوت. والتأثير دوت كان حكر على الشركة اللي هي اكتشفته بتاعت الامبليفايرات ديت، وعملت اول بدالات للوا في العالم. الشركة دي حصل فيها ظروف واتباعت لحد بما فيها حقوق اللي اتبدل دوت. فالشركة القديمة بدأت بقى تفكر هتنتج نفس المنتج ازاي بس بطريقة تانية. فعملوا بدال تاني برضو للوا، نفس الشكل ونفس التأثير وكل حاجة، بس ليه اسم تاني خالص غير ال WAH. كل ده كان عظيم وكل حاجة. بعد فترة الناس ظنت ان البدال ده هيموت، قال لك خلاص هيموت البدال ده، وما خلاص مين هيستعمله؟ ده كان موضة في السبعينات ايام الايقاع اللي بتاع الديسكو دوت، والايقاع الرتيب بتاع الجيتارات اللي كان فيها الوا كانت مطلوبة وقتها. دلوقتي مفيش حد بيعمل نفس الايقاعات ديت، فخلاص بقت موضة قديمة. لغاية ما طلعت تاني الموضة ورجعت تاني بتاعتها، لما شركة من الشركات انتجت نفس البدال تاني، سميته كراي بيبي. كراي بيبي بيعمل نفس صوت، فابتدى يستعمل في السولوهات، فما بقاش الموضوع في الايقاع بس، بقى السولو كمان بتاع الجيتارات اللي الناس بتعمله مثلا مع موسيقى بصحبة، او حاجة بيسموها الريف، او اللي هي السولو اللي بيبقى في وسط اغنية دوت. الناس بتستعمل التأثير بتاع الوضع، وعجب جدا الناس مع الديستورشن، وهو بيشتغل بالديستورشن الواي يبقى موجود كمان تحت رجله وبيعزفه. فرجع تاني كراي بيبي اخر وا نزلت، والتأثير ده طبعا احنا هنعرف طعمه دلوقتي ايه، وهنشوف التأثير ده بيعمل ايه. رجعنا تاني للشاشة بتاعتنا وللوحة البيدال بورد بتاعتنا اللي احنا هنحط عليها البدلات بتاعتنا. لو نسمع صوت الجيتار بتاعنا دلوقتي، الصوت نقي ما فيهوش اي حاجة خالص. بدور على بدال اللي موجود عندي اللي اسمه الوا. انا لقيت عندي فيه اتنين اهوت، هاخد واحد منهم. هو حتى شكله شكل الدواسة، يعني شكله شكل الدواسة. فالصوت لو انا طفيت دلوقتي البدال، بص بقى لما هفتح البدال وهبدأ، يعني اما هفتح البدال وادوس عليه واعمل عليه بكأنك بتفتح الوا دوت وتقفله. فهنعمل كورد وهنعمل الوا ديت. طبعا لما بيبقى تحت رجلك بتبدأ انت تحركه،
تدوس على الدواسة وتعلي وتوطي، تعلي وتوطي طول ما انت بتعزف الكوردات في اي ايقاع. هنشوف دلوقتي اللحن، هنعمله دلوقتي وهنستعمل بدال الوا. ممكن نحط كمان معاه سبرينج ريفيرب ونسمع. دلوقتي هنشوفه مع الإيقاع. كلنا فاكرين طبعا أغاني السبعينات والصوت اللي كان بيطلع في الإيقاع بتاع الجيتارات في أغاني السبعينات الشهيرة. هو ده تأثير الوا، وفي زي ما قلنا منه صور كتيرة جدا، أشهرها اللي هو آخر حاجة طالع اللي هو كراي بيبي، البدال كراي بيبي اللي هو بتاع الوا. هو نفس التأثير ما تغيرش، حتى كمان الكوبي بتاعته من شركة فوكس هو نفس الأوريجينال اللي كانوا طلعوه في السبعينات. وأشوفكم الحلقة الجاية.